الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من أتباع خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحانه وتعالى ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. برحمته يستغيث المذنبون، وإلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون. سبحانك ربي، أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنت الذي جعلت لكل مخلوق في نعمك سهما، وأنت الذي عفوه أعلى من عقابه، وأنت الذي عطاؤه أكثر من منعه. سبحانك ربي سبحانك، شرعت من الدين ما تتفتح به العقول وتصح به الأجسام وتزكو به النفوس. سبحانك ربي، أحللت لنا الطيبات وحرمت علينا الخبائث، وجعلت الحلال بينا والحرام بينا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث تواصل وزارة الأوقاف الأسابيع الدعوية والثقافية، وندوة الليلة عن الإدمان وأثره المدمر على الفرد والمجتمع. ومعنا من السادة العلماء فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور أحمد حسين، العميد الأسبق لكلية الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. حاضر. ومعنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ فتحي خليف، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد الصعيدي. ومعنا من قيادات وزارة الأوقاف بالقاهرة الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، والشيخ منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات الفرعية بأوقاف القاهرة، والشيخ مصطفى علي مبارك مفتش بإدارة جنوب القاهرة، والشيخ ربيع محمود حسين مسؤول تفتيش المتابعة، والشيخ أبو بكر أحمد عبد العال مفتش بإدارة أوقاف جنوب القاهرة، والدكتور على الله الجمال إمام وخطيب المسجد، والشيخ محمد محمود العدل إمام وخطيب المسجد. أيها الأحباب، نبدأ حفلنا الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتحي خليف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على مسكينا ويتيما وأسيرا. يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله.
عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة حريرا صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتحي خليف، وكانت خير استهلال لهذا الاحتفال الطيب المبارك من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة ضمن الأسابيع الدعوية لوزارة الأوقاف. وندوة الليلة عن الإدمان وأثره المدمر على الفرد والمجتمع. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه، فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده. وأفضل قسم الله للمرء عقله، وليس من الخيرات شيء يقاربه. فالعقل من أكبر نعم الله على الإنسان، وبه يميز بين الخير والشر والضار والنافع، به يسعد في حياته ويأمن في آخرته، وبه يدبر أموره وشؤونه،
وبالعقل يكون مناط التكليف، وهو جوهرة سمينة يحوطها العقلاء بالرعاية والحماية. وبالعقل يشرف العقلاء فيستعملون عقولهم فيما خلقت له. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. من أجل ذلك حرم الإسلام كل ما يضر بالعقل، فجعل من مقاصد الشريعة ضرورة الحفاظ على العقل. أيها الأحباب، نعيش مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على هديه واتبع منهاج شريعته إلى يوم الدين، ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدتنا صاحبة هذا المقام وعلى جدها أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم أما بعد، فإن الشكر لله أولا، ثم لقائد هذه المسيرات الدعوية المباركة فضيلة العالم الجليل والداعية المجدد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الأنشطة الدعوية المتعددة. إنه يمثل حارس الدعوة الإسلامية في مصر وحامي رسالتها السامية في أن تؤدي هدفها النبيل الذي من أجله أنزل الله الإسلام وبعث للبشرية أنبياءه ورسله لكي يحرس الناس من المخاطر. فرضي الله عن كل إنسان يعمل على نجاح هذه الدعوة وعلى أن يرفع اسم مصر عاليا في عنان السماء، لأن مصر تستحق أن تحتل مكانتها وريادتها في الدعوة إلى الله عز وجل، وقد وصلت إلى ذلك بحمد الله. وها هي دعوة الله محروسة في مصر، هذا الإشعاع الدعوي المستنير الذي نراه من عدة وجوه في بيوت الله تبارك وتعالى التي عمرت بهذه المجالس العلمية النيرة وفي كافة بقاع البلاد المصرية. وندعو الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه، إنه سميع عليم. والموضوع الذي نتحدث فيه اليوم موضوع في غاية الأهمية، لأن الإدمان اسم لجريمة قبيحة من الجرائم ما تسمع اسمه فتمر عليه مرور الكرام، ومن الجرائم ما هو شنيع وبشع. فالإدمان جريمة، وهي جريمة خسيسة تتسم بغاية الإجرام وبالقبح في التناول والاستعمال. ذلك أن الإدمان حالة من الحالات التي تأخذ الإنسان أخزا وتسوقه سوقا إلى الهلاك. جريمة تأخذ بيد من يفعلها إلى أتون التهلكة وتلقي به في الطرقات دون أن تكون له كرامة، ودون أن تكون له شخصية، ودون أن تكون له حياة يقدرها الناس، أو دون أن يكون لديه شعور باحترام الحياة أو احترام حقوق الناس. الإدمان بيستهدف الحياة، لأن العقل هو الحياة، وبدون العقل يصبح الإنسان شيئا من الأشياء. العقل
والذي يميز الإنسان، وهو الذي من أجله سخر الله له كل الكائنات وكافة المخلوقات. بالعقل يصير الإنسان أهلاً لشرف العبودية لله عز وجل، فبه يصير أهلاً للتكليف، وبه يعقل تلاوة القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يفهم الحياة ويفرق بين النافع والضار. وباختصار، العقل يساوي الإنسان، فإذا فقد العقل فقدت الحياة، وصار هذا الإنسان متاعاً من الأمتعة أو شيئاً من الأشياء التي يحركها الناس ولا تتحرك هي بذاتها. الله تبارك وتعالى قدر أن الإدمان أو جر قدم الإنسان إلى ما يدمنه من الجرائم المهلكة، قدر أن هذا شيئاً مخيفاً ومهلكاً. ولذلك نجد أن ما يتعلق بالمساس بالعقل، وبما يأخذ الإنسان إلى أن يدمن شيئاً يتلفه ويتلف حياته ويفوت عليه شرف عبوديته لله عز وجل، نجد أن القرآن الكريم يستنهض كافة وسائل الخطاب التي توقظ في الإنسان عقله وتستحثه على أن يكون حريصاً على القرب من هذه الجرائم المهلكة، وأن يكون بعيداً عنها وأن يتجنبها. نتأمل معاً قول الله تبارك وتعالى في تحريم ما يستر العقل من الخمور ومن الأدوات التي تغيبه، وذلك في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. هذا أسلوب، يا أيها الذين آمنوا أسلوب تحنن يدل على أن الله تبارك وتعالى يريد أن يقرب عباده منه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام جملة أمور منكرة حقيرة، ورد ضمنها شيء يغيب العقل وهو الخمر. رجس أي قذر ونتن وعفونة، ومن عمل الشيطان. ثم بعد هذه المقدمات السبع يقول، أو الخمس يقول: فاجتنبوا. يجيء الأمر بعد ذلك وبعد هذا التمهيد الذي يجعل الإنسان مهيئا لأن يتقبل عن الله تبارك وتعالى ما يقوله وما يريد أن يبثه في حياة الإنسان وفي فكره وفي عقيدته وفي مفهومه. ثم يستمر القرآن الكريم في بيان خطر هذه الجريمة: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يعني نجد أسلوب الأمر وأسلوب النهي وأسلوب التحنين وأسلوب التقبيح وكل الأساليب التي تنفر من هذا الأمر. وما ذلك النظام القرآني وما ذلك النهج القرآني إلا لأن الله تبارك وتعالى يعلم علم اليقين أن قدم الإنسان إذا جرت إلى هذا المستنقع الخطير فإنها لن تستطيع أن تخرج منه. ولذلك قال الله تعالى: فاجتنبوه، ولم يقل فلا تشربوه أو فلا تشموه، أو لم ينتظر بالإنسان حتى تجيء قدمه إلى هذا المستنقع، وإنما نهاه عن التجنب وعن الانتهاء من الاقتراب منه حتى لا يقع الإنسان فريسة له، لأنه إذا ما وقع فريسة لهذا الداء فمن العسير عليه أن يتحرر منه. ونحن نرى بأم أعيننا هؤلاء الشباب الذين ترد أقدامهم إلى هذا المستنقع الخطير، إنما تجيء من هذه الزاوية، زاوية التجريب، وزاوية جر الأقدام، وزاوية أن ذلك أمر ربما ينعش الإنسان وربما ينبهه وربما إلى غير ذلك من الأساليب الخبيثة التي يستدرج بها الشاب إلى الهلاك استدراجا. فإذا ما أخذ أول مرة وجاءت قدماه إلى هذا المستنقع فإنه من العسير عليه جداً أن يخرج منه، وربما يتكلف ما وراءه وما أمامه وما يملكه أهله
حتى يعالج من هذا الداء ولا يستطيع أن يخرج منه أو أن يعالج من شر هذا الداء الوبي. ولذلك كان القرآن الكريم حكيما في هذا المنهج القرآني ومتفردا فيه، وهو أسلوب يدل على رحمة الله بعباده، إذ أنه ينبئهم بهذا الأمر الخطير ويأخذ بأيديهم إلى البعد عنه وإلى عدم الاقتراب منه. الجناية على العقل بتحرم الإنسان من شرف كبير، وهو شرف العبودية لله عز وجل، لأن الإنسان يقف بين يدي ربه حين ينوي الصلاة وحين ينوي الزكاة وحين ينوي الطاعة، إنما ينوي ذلك بقلبه، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن للنية دخلا كبيرا في قبول الطاعة والعبادة بل وفي صحتها، لأنها ركن فيها. النية ركن في كل العبادات، ولذلك كل عبادة لا بد لها من النية. وأنت حين تنوي بقلبك إنما تعقد عقدا بينك وبين الله عز وجل، كأنك واقف مع الله، كأنك واقف أمام الله، كأنك في معية الله عز وجل. فإذا أنت ضاع عقلك لن تستطيع أن تعزم هذه النية، وبالتالي سيصير عملك هباء، لأنه فقد الركن الأساسي الذي به تنعقد الطاعة والذي به يقبل الله العمل. فإذا أنت أفسدت عقلك لا تكون لك إرادة، وإذا لم تكن لك إرادة خرجت من دائرة المكلفين وفقدت شرف أن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى وأن تحصل نعمة الله عز وجل بالوقوف بين يديه. ولذلك كان تغييب العقل مهلكة، وكان هو الذي يجعل الإنسان فصيلا من الحيوان. إن الإنسان الذي يفقد عقله لا وزن له ولا قيمة له، بل إننا حين نريد أن نعاقب إنسان نرفع عنه التكليف في كثير من العقوبات في النظم الوضعية وفي القوانين التي تطبق في كثير من البلاد، أنهم إذا ما أرادوا أن يهينوا إنسان منعوه من التكليف وقالوا إن تصرفه ليس صحيحا لأنه فاقد الأهلية، فقد أهلية التصرف وأهلية التكليف. لماذا؟ لأنه صار في حكم عدم المكلفين، وهذا شيء ينال من شرفه وكيانه واعتباره. فما بالك بهذا الذي يضيع عقله متعمدا ويتعمد أن يحكم على نفسه بهذا الأمر المهلك المفسد. إنه لأمر خطير، وإنه لإضرار بالنفس وإضرار بالحياة وإضرار بمن حوله إلى حد كبير. العلاج من الإدمان ليس سهلا، وبالتالي فمن يقع في هذا المستنقع يضر بنفسه أولا، لأنه لا يدري ماذا يقول، ثم إن هذا الإدمان يكون مدخلا لكافة الجرائم. فمن يفقد عقله لا يتورع من أن يرتكب أقبح الجرائم وهو يظن أنه لا يفعل شيئا، وربما يعتدي على ذوي محارمه، وربما يسرق أهل بيته حتى يوفر لنفسه هذا الأمر الخطير، وربما يقتل، وربما يفعل أعتى المنكرات وهو لا يشعر أنه يصنع شيئا. ثم إنه إذا استيقظ له أهله وحاولوا أن يعالجوه فإنهم لا يقدرون على ذلك، لأن تكلفة العلاج مرهقة وربما لا يجدوها. ونرى كثيرا من الأهل إذا عجزوا أو إذا فقدوا الأمل في علاج ولدهم أو أحد منهم أصيب بالإدمان فإنهم يتركونه رهنا للضياع، لأن موته خير من حياته. ونحن نرى ذلك كثيرا في حياتنا، لأنه هو الذي أدى بنفسه إلى أتون التهلكة وإلى هذا الوضع الحقير الخطير. كذلك أيضا نجد أن من يضيع عقله لم يعتدي على نفسه فقط، وإنما صار مثله كمثل المنتحر، لأن العقل يساوي الحياة، والإنسان إذا فقد عقله كأنه فقد حياته، لأن الميت لا تكليف له وفاقد العقل لا تكليف له. ومن ثم فإن من يضيع عقله إنما يضيع معنى التكليف ويحكم على نفسه بالموت وهو حي، وبالتالي يكون الإدمان اعتداء على حق الإنسان في حماية بدنه، فأنت مكلف في نفسك بحماية بدنك، لأن بدنك هذا فيه حق يجب أن يحترم لله عز وجل، كما أنه في نفس الوقت يعتدي على حق الله في بدن الإنسان،
لأن بدن الإنسان كوائن مسبحة بحمد الله تبارك وتعالى، فإذا أفسد عقله أفسد بدنه، وإذا أفسد بدنه ضيع حق الله عز وجل فيه، فيكون قد أهلك حقوق العباد وحقوق رب العباد، وهذه جريمة من أعتى الجرائم. ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من شرورها، وأن يحمي شبابنا من الوقوع في براثنها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية، على هذه الكلمة الطيبة التي بيّن فيها خطورة الإدمان على الفرد والمجتمع. ونحن في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث الأسابيع الدعوية الثقافية لوزارة الأوقاف. أيها الأحباب، إن لحظة تعاطي الخمر والمخدرات هي لحظة سقوط الإيمان من قلب المؤمن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، واهجر الخمر إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طين الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طين الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ أبناءنا من هذا الوباء الخطير. أيها الأحباب، نعيش مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار الميامين. أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب سيدتنا السيدة نفيسة العلم رضي الله تعالى عنها وعن جدها، ورحم الله الحاضرين والجالسين والمشاهدين والمستمعين. تتجدد اللقاءات وتتوارد تترى لنحيي المساجد ونعيد لها رونقها. إنما تقوم به وزارة الأوقاف من إحياء أسابيع الدعوة في مختلف مساجد مصر هو عمل رائد رائع، يعيد للمساجد بهجتها ودورها في التربية والتثقيف والإصلاح. وفي هذا الأسبوع المبارك
في هذه الرحاب المباركة يأتي الحديث عن الإدمان، وقد وفى الحديث حقه أستاذي وشيخي معالي الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، وكما قالوا لا عطر بعد عروس، فقال كلاما جمع فأوعى. لكن لتسمحوا لي أن أضيف كلمة بسيطة أعتقد أنها تخرج من القلب لتبلغ شغاف القلوب. الموضوع الذي نتحدث فيه عن الإدمان والفئة المستهدفة منه، لسنا نحن الكبار، لسنا نحن من تجاوزنا 30 و40 و50 و60، أطال الله أعماركم وبارك فيكم، لكن الفئة المستهدفة هي الشباب، الشباب قوة الحاضر وأمل المستقبل، الشباب عدة الوطن وسلاحه النافس، الشباب الذي تحتفي به الأمم وتعده الدول وتقدم له المجتمعات كل ما في وسعها لتنهض به ولتصنعه على عينها، لأنها ترى من خلاله مستقبلها. الشباب، والشباب يبدأ من سن التمييز البلوغ، ثم ما يطلق عليه بمرحلة المراهقة، المرحلة الإعدادية والثانوية وبداية الجامعة، وهذه هي أخطر المراحل في حياة أبنائنا. أقول هذا الكلام كأب، لأني عشت هذه الفترات مع أبنائي. الولد الذي تعده حتى يدخل الجامعة قد اطمأننت إليه، أما الذي ما يزال في هذه المرحلة العمرية فهو يعني على خطر عظيم، وأنت منه على قلق عظيم، تراقب مدخله ومخرجه، تشغلك مهامك وأعمالك عنه فتغفل، وهناك من الأصدقاء يعني من هو حسن ومن هو سيء، وكم ممن أعرف من الناس ضاع منه ولده في هذه السن وما بعدها. من هنا كان هذا الاختيار من وزارة الأوقاف لنتحدث فيه، وليتكرر أنا أذكر هذه المرة الثانية التي أتحدث فيها في مثل هذا الموضوع لمدى خطورته ولأهميته ولحاجتنا الماسة إليه. إن أعداء وطننا همهم شباب هذا الوطن، ولا يبالون به في أي واد هلك، هو يريد أن يضيع شبابنا في الإدمان تارة، في الشبهات تارة، في الشهوات تارة، والأودية المهلكة متنوعة أيما تنوع. من هنا تكون المسؤولية على عاتقنا نحن الآباء والمربين والمعلمين والدعاة وأصحاب الرأي والكتاب والصحافيين والإعلام، تكون المسؤولية علينا جميعا فادحة، تكون المسؤولية كبيرة، لا بد وأن ننظر إلى شبابنا. موضوع الإدمان ما أيسر أن يؤخذ بيد الأولاد إلى الإدمان، لا يهم في المرحلة الأولى أن يكون مع الولد نقود، معهوش فلوس،
صديق مفسد يعرض عليه. وكما عرفت من حكايات الناس وكما قرأت أن سبيل الإدمان يبدأ بجنيهات قليلة، بأشياء سامة مهلكة تباع هنا وتباع هناك للأسف الشديد، سهلة المأخذ يحصل عليها الشاب، وإذا دخلها شاب يريد أن يستكسر من المجموعة حوله، مجموعة الأصدقاء، قل له لا عليك، تعال معاي، طيب جرب، طيب شوف، مرة ومرة ومرة يضيع أولادنا ويضيع شبابنا للأسف الشديد. أما عن أضرار الخمر وأضرار المسكر وعن ذلك كله طوف بنا أستاذنا، ولا حديث في هذه النقطة بعده، لكني أريد أن أقول لكم إن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نبتعد عن شبابنا، حذرنا أن نبتعد عنه، بل أن نقترب منه وأن نجلس إليه وأن نسمع منهم وأن نفتح أيدينا لهم وأن نستقبلهم في المساجد وأن نذهب إليهم في المدارس وأن نسمع إليهم في البيوت. كثير من الآباء تأخذه الحياة، نهاره عمل وليله تعب يريد أن يخلد إلى النوم، وتدور دورة الحياة ويضيع الأولاد وتضيع البنات للأسف الشديد. لا، يأتي مجموعة نفر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في طريق الشبهات، يريدون أن يبالغوا في العبادة. نموذج أنت لما تشوفه لأول وهلة تفرح، جاءوا إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني عدوها قليلة، قالوا احنا عندنا جزوة الشباب، نريد أن نعمل، أن نجد، أن نجتهد. فأخذ كل واحد منهم بشعبة من العبادة يريد أن يستمر فيها ويبالغ ليصل إلى مرضات الله. فقال أحدهم أنا أصوم الدهر ولا أفطر، والآخر أنا أقوم الدهر ولا أرقد الليل ولا أرقد، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء، نتبتل وننقطع. أنت لأول وهلة تسمع الكلام ده، هو شيء حسن، شيء جميل، لكن انظر إلى الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، إلى الذي يرى ما وراء الحجب، لا يخدع بالصورة الظاهرة، لأنه معلم الإنسانية والبشرية. قال أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. التشدد الذي يجنح إليه شبابنا، وهذا لا التشدد لا يقل ضررا عن الإدمان، هذا في بحر الشهوات وهذا في بحر الشبهات، تشدد. فإذا هو تشدد على نفسه ينظر إلى توسط المجتمع على أنه تفلت، فينظر إلى هذا شزرا لا يعجبه، وهذا مقصر لأنه ملتزم، يصفون أنفسهم أنهم ملتزمين، والمجتمع ده فاسد، والمجتمع ده متحلل، والمجتمع ده كذا، مع أن المجتمع آخذ بشعبة التوسط والاعتدال على أيدي العلماء الكبار الثقات. ده في مجال الشبهات. في مجال الشهوات يأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله رخص لي في الزنا. الصورة مضادة للحالة الأولى، رخص لي في الزنا. تالله لو دخل هذا الشاب علينا المسجد الآن وسألنا نحن العلماء الآن هذا السؤال لقمتم إليه وأبرحتموه ضربا، ما هذا الذي تقوله؟ ما فعلها سيدنا رسول الله؟ قال ابنه تعال الرب. وأخذ النبي يسأله الحديث اللي انتم حافظينه، أترضاه لأمك؟ انتفض الشاب، ما خطر هذا له ببال،
أترضاه لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداك. أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ والشاب ينتظر لا، جعلني الله فداك. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. سكت الشاب. وضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. دخل وهو مبتلى، خرج وهو معافى من عند الطبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. إذن نحن محتاجون إلى أن نجلس إلى أولادنا، أن نسمعهم، ألا نعنفهم، ألا نسفه آراءهم، ألا نقطع الطريق عليهم. والحديث متسع طويل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في شبابنا، وأن يحفظ بلادنا، وأن يوفق ولاة أمورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وهكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا مع هذه الكلمة الطيبة، قدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. وقد بين لنا أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأخطاء والمخطئين. على الأسرة أن تحافظ على عقول أبنائها من خطر الخمر والمخدرات والسموم البيضاء، حتى نعالج المجتمع من الإدمان وينتشر الأمان ويسود السلام والوئام. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مبينا المسؤولية الجماعية: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. على المجتمع بأسره أن يقف في وجوه تجار المخدرات والمهربين والمروجين والمتاجرين، فقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم، فقيل له: إن فيهم صائما، فقال: ابدأوا به. ثم قال: أما سمعت قول الله تعالى؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أيها الأحباب، نختتم هذا الاحتفال من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ضمن الأسابيع الثقافية لوزارة الأوقاف، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والمبتهل الشيخ محمد الصعيدي. كريم رسول الله، والله أكرم، والله أكرم.
والصحبة
خير الأنام اهدوا صلاة للرسول المصطفى خير الأنام صلوا الصعيدي. ناتي بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك عن الإدمان وأثره المدمر على الفرد والمجتمع ضمن الأسابيع الثقافية لوزارة الأوقاف من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الشكر موصول لقيادات وزارة الأوقاف وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
والسادة الحضور في هذه الندوة، الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الشيخ منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات الفرعية بأوقاف القاهرة، الشيخ ربيع محمود حسين مسؤول تفتيش المتابعة، والشيخ مصطفى علي مبارك مفتش بإدارة جنوب أوقاف القاهرة، والشيخ أبو بكر أحمد عبد العال مفتش بإدارة أوقاف جنوب القاهرة، الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، الشيخ محمد محمود العدل إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.